بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. كل سنه وحضراتكم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك، ربنا يعيده علينا وعليكم بالخير. بفتح فيسبوك من شويه لقيت فيديو استفزني جدا، فيديو لواحد بيقول على نفسه محلل زملكاوي، واحد بيدافع عن نادي الزمالك على السوشيال ميديا، واحد شايف نفسه هو الزملكاوي الوحيد اللي مش عايز يستفيد من نادي الزمالك اي حاجه غير ان هو بيعشق الكيان وبيتم الهستيري ومحن حراق ان هم زياطين، وربنا يعلم ان هم الثلاثه زياطين اكتر من بعض وهم الثلاثه بيدوروا على المشاهدات فقط لا غير. الهستيري شافها من حته ان انا لازم اتكلم عن النادي الاهلي كويس واقعد اسخر من نادي الزمالك عشان خاطر اجيب مشاهدات. حقك، ما هو الحراق مش في نفس السكه، ده بقى مش في سكه تانية اللي هو لا احنا نسخر من الاهلي ونقلل من اي حاجه الاهلي بيعملها، حتى لو الاهلي واخد دوري ابطال افريقيا مرتين ورا بعض وكان فيهم مره ممتعه بالنسبه لنا كهلاويه وهي لحظه التسعه ممكن بصراحه، انما حته ان احنا العشره ما استمتعناش بيها اكتر من التسعه، لان التسعه كانت معلش يا غريب ما بيني وما بينك، فلما انا اكسبك كده في التسعه كنت مستمتع اكتر، انما العشره كنت مبسوط بيها ومبهور بس ما كانتش امتع من مكسب الزمالك بصراحه. فلما اتفرجنا على المباراه قلنا عادي كايزر تشيفز منافس على قده والطرد اثر عليه جدا جدا، فما تجيش انت بقى تقعد تغزل لي كل حاجه في كايزر اللي يوصل فاينل، الزمالك ما يوصلش ازاي، وفوق يا لعبت الزمالك فوق فوق فوق، وكان ناقص تنزل مشهد الراحل معمر عبد العزيز في مسلسل باب الخلق اللي هو فوق فوق. ايه 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 انت ايام مرتضى منصور لما كان في الزمالك كنت زيك زي اي حد بتخافوا ان انتوا تتكلموا في الحته الاداريه وفي حته ان اللعيبه ما بتاخدش فلوس، كنت بتخافوا من مرتضى منصور وكنت بتاخدوا بالجزمه كلكم من مرتضى وكنت بتخافوا تتكلموا في اي حاجه بتخص حقوق لعيبه نادي الزمالك واي حاجه بتخص نادي الزمالك، فما تجوش تعملوا زملكاويه علينا احنا. طب ما عملتوش زملكاويه على مرتضى منصور اللي كان بيظلم واللي كان بيفشخ في النادي كل يوم بسياساته وسياسات اولاده، فما تجيش انت وما عرفتش تاخد حقك من اللي بيأذيك وتيجي تقول لي المشكله فيك، هتقول لي محظوظ ومش محظوظ ووصلت فاينل بتلعب كايزر تشيفز نسخه ضعيف، انا مالي؟ انا مالي؟ وبعدين فرقه اصلا نهائي ما ينفعش تقول عليها فرقه ضعيفه، ده بكل مقاييس الكوره ما فيش حاجه اسمها فرقه ضعيفه وصلت فاينل، انت بتقول ايه؟ ده لو انت فاهم ان انت محلل كوره، انما لو انت بتدوس في حته شادي عيسى وحته احمد عفيف اللي داس فيها قبل كده ان انتوا بتدوروا على المؤامرات والتعاطفات وان الزمالك كل حاجه في الحياه واقفه ضده والعرض واقفه ضده والفار واقف ضده والاخراج واقف ضده، فهتلاقوا ناس كتير قوي مدسه معاكم في السكه دي، لان السكه دي زيها زي سكه الدجل والشعوذه وفكره الابراج وفكره ان احنا متحاصرين بمؤامرات كونيه. في ناس كتير بتحب جدا الشغل الغبي ده، واسال احمد سبايدر بيحب قوي الشغل ده، فلما تقول لي ان انت تيجي تقول ان كايزر ايه وفين وايه اللي يوصل فاينل يا اسطى بطل خف الدم، انت ما عرفتش تكسب تونجيت يا اسطى، يعني انا والله ما عرفتش تكسب تونجيت هناك في صغال عشان كده خسرت وطلعت من المجموعه، انت جاي تهبط عليا يا اسطى، وعارف خسرت ليه؟ علشان خاطر لعيبتك ما كانتش بتاخد فلوس، لعيبتك ما كانتش بتاخد فلوس، بس مع ذلك انت لبستها للعيبه وبتشيركوا وخفت تتكلموا ان مرتضى منصور مش راضي يدي اللعيبه فلوسها، فاكرين ولا ناسيين؟ كل فضايحكم موجوده، كل خوفكم وضربكم بالجزم من طرف مرتضى منصور لاي حد كان بيقول اي حاجه جوه نادي الزمالك كله موجود، انت نسيت ولا ايه؟ قلت لك عزيزي لما كنت جاي زعلان مني لو اتفرجت على فيديو عبد الناصر زيدان وابو المعاطي زكي ان الناس دي بتعيط وهتيجي بعد فتره تعيط ان مرتضى مش موجود علشان خاطر هي السبوبه في مصر كلها ماشيه كده، شويه ناس بتاكل عيش على قفا ناس، ولما الناس دي ما بتبقاش موجوده خلاص الدنيا بالنسبه لها بتروح، هي كلها سبوبه عزيزي، الواحد ما بيحبش يتكلم فيها والواحد ما بيحبش يتكلم في الرياضه المصريه بشكل اعمق لان كلها اساسا كوم زباله، فاحنا بنحاول على قد ما نقدر نتكلم في الكره العالميه، انما لما فتحت الفيديو بتاع هذا الاسلام العلوي انا شفت بكابورت زباله عمري ما شفته قبل كده بصراحه، غير الفيديوهات اللي كنت بشوفها قبل كده لما كان بيجي مقترح عليا الفيسبوك كان بيقترحه كده رخامه لان فيسبوك شاف ان انا بتابع اي محتوى رياضي فكان بيحطه لي اللي هو سعادتك ده عيل رخم، سعادتك ده واحد بيقول على نفسه محلل وهو لا يفقه اي شيء في تحليل في عالم كره القدم، هي الفكره بالنسبه له ان سخف من اي حاجه الاهلي بيعملها وقول دايما ان الزمالك هو اللي مؤثر، الزمالك لولا ان هو مؤثر كان زمانكم ما وصلتوش ل 10 بطولات واحنا من 2002 ما خدناش ولا دوري ابطال افريقيا، احنا اللي مؤثرين، طب ولما وصلت معايا فاينل السنه اللي فاتت ولما وصلت فاينل قبل كده مع سان داونز كنت برضه مؤثر ولا كنت سيء واستحقيت ان انت تخسر؟ معلش عزيزي هي دي الحياه، في ابدان بتسلط على ابدان، بس الحمد لله ان احنا القناه عندنا هنا صغنطوطه ومفيش اي حد بيتابع الفيديوهات دي، بس الواحد بيقول اللي في نفسه والواحد بيقول الكلام اللي طالع من جواه من غير اي اجنده ومن غير اي هري كتير ومن غير اي مصالح، لان انا زي ما قلت لك هو كله بكابورت زباله واحد، فالواحد ما شرفوش ان هو يتعامل مع ناس كتير في البكابورت ده، علشان كده لو وصلت معايا لحد نهايه البكابورت لا الفيديو ده فممكن تعمل لايك او سبسكرايب.